زمان سنين عوفك جابراني كثير وماكو صاحب جابراني يهل تسأل علي جابراني ستر وحزام لهل الناصرية ضحينا ونضحوا تشهد القاع وما طخينا راس بكل الأعوام عدنا اللي يزعل يهز الميادين وبعد عدنا زلم رماي تسهام ما ردينا مس من صار الازماط ضحينا ونضحوا وتشهد القاع ما طخينا راس بكل الاعوام عدنا اللي يزعل يهز الميادين وبعد عدنا زلم رماي تسهام ما ردينا مس من صار الازماط قصة بقصة مسقابلنا صدام قصة بقصة مسقابلنا صدام قصة بقصة مسقابلنا صدام تشهد عركة الزور على الاسباع نزلت روسهم وارتفعت اعلام ربع ساعة دخل صدام الكويت وبقى بعركة الزور شهور وايام وبقى بعركة الزور شهور وايام ما ردينا مس من صار الازمار قصة بقصة مسقابلنا صدام تشهد عركة الزور على الاسباع نزلت روسهم وارتفعت اعلام ربع ساعة دخل صدام الكويت وبقى بعركة الزور شهور وايام زلم طلعت لتاكل وجه الحروب ودرب قرمة حسن من مرجل اشضام قبل اول شرار انطلقت هناه والمزلق انشدت للوغى حزام زلم طلعت لتاكل وجه الحروب ودرب قرمة حسن من مرجل اشضام قبل اول شرار انطلقت هناه والمزلق انشدت للوغى حزام دوار على السواتر شات لعيون واللي عبره بعزمها ترث بالاعلام هوبه بكل زمان تخرج سباع مدرسة الكرامة تفوق الارقام مو هسه نجاهد وانت تدرون من قامت الساعة وقاموا الاسلام ما مدينا دينا الهاذ والذاك دوم على اللي ضدنا نجر الاقسام عدنا شقى الزلم عدنا شقى الزلم مخلوقة للموت وخلي الطار يشهد زود الازلام ما بايعنا ظالم طول السنين حاربنا شكثر وهواي ظلام ومو شغلة عمامو الهم انحاز مو قصة عمامو الهم انحاز هو الخوش زلمة كتبة الاقلام وشوف انت الوطن مرات فزاع ولدنا تحزمت والصيح خدام لبسوا على الصدر درع الكرامات ابن دلو مضيف وفات جدام يتلقى الرصاص بصدره ملهوف ويظل يسحق برجل خشوم والقزام عاهدنا الوطن عاهدنا الوطن والمذهب وياه وحضر تندق بصولات برغام ربينا على الفشق وعلى الشواجير والتاريخ يشهد مو حج اعلام ما زامطت هسه وكلكم شهود انا زامطت من كان الاعدام انا زامطت من كان الاعدام من كان اللي يسولف رقبته تطير ومن كانت الورقه والخبر هام خل حزب البعث يحكي لكم زين عن هوبا وزلمها وذيك الايام رجعناهم وكلهم نياشين وخلينا الرصاص يدق بالعظام وهوسنا وتلاقى ذيك الجفوف وارتجت القاعد جو الجدام ناخذ عمر اللي يندق بينا ناخذ عمر اللي يندق بينا ناخذ عمر اللي يندق بينا أداء وكلمات الشاعر الحسيني المبدع مظفر الجابري الهندسة الصوتية والتوزيع حيدر الجابري تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات الحنين ميديا كربلاء المقدسة قنطرة السلام.